ليه خبر آخر، وخلال لقائه برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يجري حوارا موسعا مع النواب بيتطرق فيه للعديد من الموضوعات ذات الصلة بالوضع المحلي والإقليمي والعالمي، وكذلك التداعيات الخاصة بالأزمة الاقتصادية العالمية. رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة ستحرص على أن يتم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء بالتعاون مع البرلمان علشان يتم تحقيق التوافق بشأنها. أوضح أيضا أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة سيبدأ تنفيذها خلال النصف الأول من العام القادم 2024، وستمنح أولوية لقطاعي المياه والصرف الصحي شديد التأثير على المواطن. كمان أشار إلى أن الشغل الشاغل للحكومة في الملف الاقتصادي هو الوصول لسعر موحد للدولار على المدى القصير، وأنه بيتم العمل على ده، مضيفا أن الحكومة حريصة على تحفيز المستثمرين الجادين من خلال حوافز حقيقية، وأنه هو بيلتقي بنفسه بالمستثمرين علشان يتم تذليل العقبات وتيسير الإجراءات. كمان أن في هناك توجيهات بمنح أولوية للمنتج المحلي في التعاقدات الحكومية. الحقيقة هو اجتماع أنا شايفة أنه مثمر، وناقش نقاط محددة ونقاط هامة. واحنا بنتكلم النهاردة عن وضع اقتصادي عالمي، احنا بنتكلم عن وضع اقتصادي مصر، وده اللي بيهم المواطن. يعني ممكن تقول له في ارتفاع اسعار هناك، في ارتفاع، في ازمة، لكن هو في النهاية وقت ما بينزل يشتري بيشوف على الارض، وهو ده المحك الرئيسي. ما بنتكلم في مجلس الاجتماع او اللقاء اللي موجود من اللجان النوعية مع مجلس النواب اللي هم صوت الشعب، فاحنا بنتكلم عن نقطة هامة جدا، قانون التصالح مثلا اللي كان بيهم مجموعة كبيرة من المواطنين واللي كانوا منتظرينه علشان يتم توفيق اوضاعهم. النقطة الثانية تحريص الموضوع سعر الصرف، الناس كلها شغلة بخا يحصل تعويم ولا مش هيحصل تعويم، الدنيا هيحصل ايه بعد الانتخابات، كل ده اللي الناس بتتكلم فيه. فالنقاط اللي اتكلم فيها دولة رئيس مجلس الوزراء الحقيقة انا شايفاها انها محل أهمية شديدة، وما خرجتش بره اطار الشرع المصري والمواطن. لا بصي، هو لقاء مهم جدا. اولا اذا قلنا اجتماعه باللجان النوعية، ده معناها ان لازم الحكومة لا تستمع فقط الى الشارع، ولكن حتى الى البرلمان نفسه فيما يتعلق برؤيتهم للاوضاع الاقتصادية، اقتراحاتهم للاوضاع الاقتصادية، كيف يفكرون في الحياة العامة في مصر، حياة المصريين على سبيل المثال. انت ذكرت مثلا على سبيل المثال قانون التصالح. ده من الأمور الهامة، ولكن لا يجب أن نتخذ هذا القانون مدعاة لانتشار الظاهرة أو تفاقم الظاهرة. انت بتعالج أوضاع قديمة صحيح، وليست حديث جديدة يعني. فلا بد من إعطاء رسالة للشارع المصري أن قانون التصالح يسري على القضايا التي مضت وليست الجديده. يعني هو المواطن يعني المعلومه دي واصله له، والا لان فعلا يعني احنا بنتكلم على قانون تصالح، فتصالح على ما تم. على ما تم. ليه بقى؟ لان دلوقتي الناس عندها اعتقاد ان انا هبني واروح اتصالح، اني اخالف واروح اتصالح. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لابد من التركيز على المحليات بالدرجه الاولى. ليه بقى؟ لان انت بتعملي تصالح على حاجات قديمه، المواطن بيروح وبيستجيب، بيدفع اللي هم المطلوب يعني 25% كبداية ومش عارف ايه وايه وايه، ولكن رغم ذلك هناك العديد من العقبات التي تعطل تطبيق هذا القانون بسبب المحليات. ليه بقى؟ لأن إجراءات التنفيذ فضفاضة في المحليات، فتلاقي واحد في مكان مثلا بيخلص على طول، بيخلص القضية بسرعة، واحد تاني يخش يتمرمط في ازاي ياخد، ازاي يحصل على الموافقة فيما يتعلق مثلا فتلاقي من الحالات النادرة ان واحد يتصالح وخلاص ويدي له ورقة التصالح، تاني يوم يلاقي له قضية بنى على نفس المكان. فدي حاجات غريبة، لابد من اتخاذ إجراءات فعالة فيما يتعلق بهذه القضية. بالنسبة لسعر الدولار، في تعويم ما فيش تعويم، أنا عايز أقول لحضرتك بس لو تتذكري خبراء منقسمين، الرئيس عبد الفتاح السيسي لو تتذكري كان في
في الإسكندرية أعتقد، وكنت حاضر، وقال التعويم ده مرتبط بحاجات تانية. هل لديك الملاءة الدولارية صحيح علشان تاخدي مثل هذا القرار؟ لا ما عنديش، يبقى أنا ما أقدرش. ده واحد. الحاجة التانية اللي قاله الدكتور مصطفى مدبولي فيما يتعلق بتوحيد سعر الصرف أو يعني، فخلي بالك دي تشمل حاجة من اتنين. أنا عندي جري ماركت أو السوق السوداء، دولة رئيس مجلس الوزراء اتكلم على المدى القصير، على المدى القصير عشان يعني، وعندي السعر الرسمي. أخلي أنهون أقرب للتاني، هي دي القضية. صحيح. يعني أخلي الرسمي أقرب مثلا للسوق السوداء، ما ينفعش. السوق السوداء خليه قريب من السعر الرسمي، ده اللي ينفع. صحيح. ولذلك هو بيقول في الفترة القصيرة، في الفترة القصيرة معناها ان من الممكن ان الدولة في اطار وثيقة ملكية الدولة وعمليات طرح المشروعات للشراكة مع القطاع الخاص وعمليات بيع الاراضي للمستثمرين اللي هم جايين من الخارج بالدولار، اعتقد ده من الممكن ان يحدث الى حد ما تدفقات دولارية في السوق المصري. ده واحد. الحاجة الثانية المبادرات زي مبادرة السيارات أيضا، دي من الأمور الهامة اللي توفر برضو دولار. في إجراءات كتيرة من الممكن. ثانيا معاودة تصدير، يعني إلى حد ما بدأوا الغاز المصري، أعتقد أن ده يعوض برضو. هو كمان الحقيقة دولة رئيس مجلس الوزراء اتكلم في فكرة برضو في هذا الاجتماع، اتكلم عن فكرة قطع الكهرباء والفترات اللي موجودة وكانت إيه أسبابها وليه الحكومة لجأت لده. بس خليني يعني الحقيقة في موضوع سعر الدولار ده، في النهاية يمكن زي ما قال سيادة الرئيس، أنت عندك ملاءة دولارية بتتيح ليك التعامل وان انت تعمل ده بالزبط. ولا ما عندكش هذه الملاءة. خلينا